السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الأيمان من صحيحه تحت باب من أعتق شركا له في عبد، حديث 1502: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما، قال: يضمن. يعني في عبد شركة بين رجلين، رجلان اشتريا عبدا، واحد منهم قال: نصيبي حر لوجه الله. يلزم هذا الذي قال نصيبي حر لوجه الله بتتميم العتق إذا كان له مال. قال: حدثناه عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة بهذا الإسناد، قال: من أعتق شقيصا في مملوك فهو حر من ماله. وحدثني عمرو الناقد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصوه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه. قال: استسعى العبد، أن يكلف العبد الاكتساب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك، فإن دفعه لا يعتق. يعني إذا في شريكان في عبد، العبد 100,000، واحد قال أنا حصتي لوجه الله، يستسعى العبد يعني بعد كده يجتهد العبد يشتغل ويأتي بالنصف، بثمن النصف الثاني يعتق به نفسه. فهنا إن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه، استسعي طلب منه السعي للاكتساب. لكن في روايات أخرى تفيد أن الذي يستسعى هو المعتق يجتهد ويشتغل ويأتي بمال آخر لإعتاق النصيب الآخر. أورد قال حدثنا علي، والاستسعاء هذا في علة وضحها الدارقطني في كتابه العلل وفي التتبع للدارقطني على البخاري ومسلم. حدثنا علي بن حجن السعدي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: وحدثنا إسماعيل هو ابن علي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 ورق 4. يعني الذي سمح به أيضا الوصية 3 تركة، لأنه أعتق 2 من 6، وقال له قولا شديدا: هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.